في حاجات كده عندنا من غير سبب، زي صاحبك اللي كده كده معاك على الحلوة والمرة، وإن عندنا مفيش حاجة في البيت بتترمي ومفيش حاجة متتصلحش. تعرفي انت عايزة ان التلاجة قبل ما تفتحي التلاجة، وكلنا بيتقالنا نفس الكلام، ونحب نرمرم ونسقسق سلام 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 سلام، وسلامتنا كتير كتير قوي. ودي عندنا أحلى قعدة، القهوة والشاي أحلى مزاج، ولا الماتش ده اللي عمرنا ما هننساه، ولما واحد فينا بينجح كلنا بنقف وراه، ولما تتعزم يبقى لازم تروح. تركيبتنا الخاصة اللي ملهاش سبب، وكل تفصيلة في حياتنا بتجمعنا، زي بيتك اللي شبه بيتي، وصاحبك الجدع اللي زي صاحبي، ولمة العزومة اللي مش هينفع نفوتها، وعاداتنا وحكاياتنا، كل ده هو اللي بيخلينا احنا كمصريين مش شبه حد. احنا كده